السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في المنتصف، والذي نبدأه بحدث اليوم ونتحدث فيه عن التطورات الأخيرة في مصر بعد إعلان السيسي بتمديد حالة الطوارئ للمرة التاسعة في مخالفة لدستوره. إذن أعلن رئيس نظام الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر جديدة اعتبارا من صباح اليوم الخميس وحتى 25 من يوليو تموز المقبل، وذلك للمرة التاسعة على التوالي في مخالفة للدستور الذي قيد فرض حالة الطوارئ بمدة 6 أشهر كحد أقصى. وخالف قرار السيسي أحكام الدستور واللائحة المنظمة لمجلس النواب والمتعلقة بضرورة عرض قرار فرض أو تمديد حالة الطوارئ على البرلمان خلال 7 أيام من تاريخ الإعلان، في حين أن المجلس لن ينعقد في جلسة عامة قبل 6 مايو أيار المقبل وفقا لجدوله المعلن سلفا. إذن للتعليق حول هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، حول تمديد حالة الطوارئ في مصر، وللمزيد أكثر من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف السياسي المصري السيد عمرو عبد الهادي. أهلا ومرحبا بك سيد عمرو، بداية كيف تقرأ فرض حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر جديدة، وذلك طبعا للمرة التاسعة على التوالي في ظل المخالفة للدستور الذي قيد فرض حالة الطوارئ بمدة 6 أشهر كحد أقصى؟ يبدو أن السيد عمرو غير جاهز حاليا معنا. إذن مشاهدينا الكرام، كما تحدثنا السيسي يعني يفرض حالة الطوارئ للمرة التاسعة على التوالي في مخالفة لهذا الدستور. إذن يبدو أن السيد عمرو عاد معنا، أهلا ومرحبا بك سيد عمرو عبد الهادي. بداية كنت قد سألتك يعني كيف تقرأ فرض حالة الطوارئ في البلاد للمرة التاسعة على التوالي في ظل المخالفة للدستور الذي قيد فرض حالة الطوارئ للمرة أو بمدة 6 أشهر كحد أقصى؟ هو حضرتك ده دليل على ان لا في استقرار ولا في امن ولا في اي حاجه من الكلام الفاضي اللي بيقولوا بيروجوا نظام عبد الفتاح السيسي، وان القبضه الامنيه لن تؤتي ثمارها، بدليل ان هو مشغل حاله الطوارئ عشان يطمع بيها المعارضين وكل فرد في مصر او كل فرد يعارضه. نعم. انما عايز الحقيقه نوضح جزء قانوني لعبد الفتاح السيسي في هذه النقطة، بيتحايل على الدستور ولا وما بيخالفش الدستور، بيتحايل على الدستور بمعنى ان هو بيجي بعد 6 شهور بينتظر 24 ساعة ويفرضها من اول وجديد، فتصبح فرض حالة الطوارئ من اول وجديد، فيكتسب ال6 أشهر مرة أخرى. فهو نعم. بالتالي هو موضوع تحايل على الدستور، طبعا احنا عايز أقول لحضرتك إن حسني مبارك قعد 30 سنة في حالة الطوارئ وفي الآخر سقط. نعم. أنور السادات قاعد بحالة الطوارئ وفي الآخر سقط، فحالة الطوارئ مش هي اللي هتعمل استقرار في مصر، حالة الطوارئ هي هتؤدي إلى مزيد من الانهيار، ودي رسالة للمستثمر الغربي إنه مصر لا فيها أمن ولا فيها أمان ولا تصلح لمناخ الاستثمار ولا تصلح لمناخ السياحة، فالحقيقة إن دائما من يضع العصا في العجلة هو عبد الفتاح السيسي. فبالتوفيق لعبد الفتاح السيسي، هو من يقدر على اسقاط نظامه واسقاط الحكم العسكري الذي دام 74 سنه منذ 1952. نعم. ايضا يعني سيد عمرو، هذا القرار يعني لم يمر مرور الكرام على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين ان هذا القرار هو أكبر دليل على عملية التزوير التي حصلت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. أيضا البعض تساءل أين الاستقرار الذي وعد به نظام السيسي عقب هذه التعديلات الدستورية، والتي وعدت بها قنوات دعاية السيسي أن مصر سوف تصبح يعني في الأيام القليلة المقبلة أو السنوات القليلة المقبلة يعني بلد ديمقراطي حسب تعبيرهم. يعني هو طبعا هذا النظام منذ اللحظه الاولى وهو يستخدم الشيء ونقيضه، يعني ده نظام عكاشي من الدرجه الاولى.
وشفنا من اول من مصر من انتوا هتبقوا نور عينينا الى ان انتوا بيبرق لهم وهم قاعدين، ومن اول مصر او من الدنيا الى اشباه دوله. وشفنا كل ده في الخطاب المزدوج بتاع النظام من اول حشدهم للناس من الشوارع بالعافيه، ويعني وصلت ان هم بيخطفوا الناس من الشوارع عشان تصوت، الى ان صدور يعني هيئه الاستفتاء ان هي 27 مليون فاهمني. فهو الحقيقه النظام بيستعمل الازدواجيه لتحيير يعني ليحير اعدائه ويحير من هو متربص به. فهذا النظام لا يمكن ان انت تاخذ منه كلام مباشر. دوله العسكر بتقوم على صندوق اسود كبير لا يمكن اختراقه ولا يمكن معرفه معلومه واحده صحيحه من هذا النظام، ولكن يبقى المؤشرات التي واحد واحد تساوي اثنين. فرض حالة طوارئ معناها لا يوجد امن، لا يوجد استقرار، لا يوجد امان، لا يمكن ان يكون هناك سياحه. يعني هو هو الكل يعني تفاجأ يعني في غضون يومين بعد اقرار هذه التعديلات الدستوريه التي شابها الكثير من علامات الاستفهام، في غضون يومين تم اقرار هذه الحاله، عن اي استقرار اذا يتحدث هذا النظام؟ ما هو خلي بال حضرتك كمان ان حاله الطوارئ احنا في اطار ان كوشنر قال ان صفقه القرن هتعلن في خلال شهر، فهو حاله الطوارئ كمان مرتبطه بالحاله الاقليميه والحاله الدوليه والحاله المحليه. نعم. فهي لا تنفصل. انما عبد الفتاح السيسي ما بقاش يهمه منظره، عبد الفتاح السيسي مدعوم من نتنياهو واليمين المتطرف في العالم كله، فبالتالي لم يصبح يهمه منظره، بدليل ان في اثناء زيارته لميركل تم اعدام مواطنين مصريين، في ظل زيارته لترامب تم اعدام مصريين. هو بالتالي يستقوي بنتنياهو على شعبه. نعم. وبالتالي احنا امام الحقيقه نظام دكتاتوري فاشي فادي لا يستخدم اي شيء في الدستور وفي القانون يستخدمه لحاله القمع ومحاوله يعني ان الناس فرض خلقه بالعافيه وبكل الطرق الاخرى، سواء بالتدليس، سواء بالرقص، سواء بالكرتونه، سواء بكل يعني الاشياء الغير ادميه دي. نعم سيد عمرو، لو تحدثنا الآن عن الخروقات التي حصلت في هذه التعديلات الدستورية، يعني مصادر قضائية عديدة قالت أن الهيئة الوطنية للانتخابات أضافت أصوات مزيفة لهذه التعديلات وصلت بالملايين حتى. صحيح، وعايز أقول لحضرتك أن مؤشر الديمقراطية في الاستفتاء في انتخابات عبد الفتاح السيسي قالت ان اللي نزل صوت عبد الفتاح السيسي كان 4 مليون، وبالتالي خرجوها 32 مليون. نعم. عبد الفتاح السيسي هذا النظام ابوه وامه التزوير، هذا النظام لا يستطيع ان يفعل اي شيء الا التزوير. فبالتالي احنا شفنا الهيئه الوطنيه للانتخابات بتلقي بيان مسيس، زي ما شفنا الاحكام القضائيه اللي بتطلع على المنصات كلها مسيسه بتتهم الاخوان علنا. فبالتالي هذا النظام مزور بطبيعته، مزور بمنشأه. فبالتالي التزوير هي حالة عادية لا يمكن لأي حد عاقل إن هو ينظر إلى ما حدث بطريقة فجائية، لا، هذا معروف ومعلوم. لذلك ندينا من اليوم الأول بمقاطعة هذا الاستفتاء حتى لا يتمكن من أخذ اللقطة وتزويرها. فهو خلي بال حضرتك فرح المعارضين بعدد 3 مليون رافض، وبالتالي جعلهم اقروا بعدد 27 مليون مستفتي. نعم. فيعني يا اما تاخذ النتيجه كامله يا اما ترفضها كامله. لا نزل 3 مليون قالوا لا، ولا نزل 27 قالوا اه. وعايز اقول لحضرتك ان كل المانجمنت سواء هنا او سواء هنا بالحشد اللي حصل ده كله لن يزيد عن 3 مليون هو الجهاز. نعم. البيروقراطي في الدوله الموظفين. يعني إذا هذه النسب تثير العديد من التساؤلات والشكوك، خصوصا أن عملية الفرز شهدت حالة من التعتيم الإعلامي وعدم اصطحاب وسائل الإعلام ودخول والسماح للصحافة والإعلام لفرز هذه التصويتات. لماذا برأيك هذا التعتيم كان؟ بص، شوف حضرتك، مكسب من مكاسب ثورة يناير وهو الفرز في اللجان الفرعية. نعم. ماشي، هذا الحق سلب تماما حينما وجدت الأصوات ضئيلة، وحينما وجدت أن حتى الأصوات الضئيلة في منها كثير جدا بيقول لا.
فبالتالي عبد الفتاح السيسي لجأ الى تفاحين. الحاجه بقى اللي اكثر فجاجه وهو في الخارج، ان نتيجه الخارج لم تعلم منفصله، لان في الخارج 3 مليون وافد مصري في السعوديه صوت منهم 8 مليون 8000، ف 8000 هذا لا يعد باي شيء بحكم ان انت وصل عدد الاصوات بره في الانتخابات الرئاسيه اللي محمد مرسي وغيره بالملايين. فاحنا امام الحقيقه في دوله مثل قطر نزل 50 60 واحد من عدد 300000، فبالتالي حصل مقاطعه شعبيه رهيبه هي الرسميه وهي البطل في هذا المشهد، وهي من جعلت عبد الفتاح السيسي لجا الى الطوارئ مره اخرى كمان، ان هو خلاص بقى قاعد في نظام في اي وقت ستطير معه رقبته سواء من داخله او سواء من خارجه، المتربصين به كثيرين نظرا لتشبثه في ارجل نتنياهو. نعم، الآن يعني سيد عمرو لو تحدثنا عن الاقتصاد المصري ومصيره مستقبلا، وسائل الإعلام تحدثت أن الاقتصاد المصري يعني بعد إقرار هذه التعديلات الدستورية قد يشهد يعني العديد من التحديات الكبيرة، لعل أبرزها هو تدخل الحكومة والجيش في النشاط الاقتصادي المصري. بص حضرتك، ربنا على هذا من إحصائياتهم ومن كلامهم هم، بمعنى ان لما سالوا الوزير قالوا له هتسد ديون على مصر ازاي؟ قال لهم بمزيد من الاقتراض. نعم. فاهمني ازاي؟ فلما النهارده عبد الفتاح السيسي بدا يبيع موارد الدوله، بدا يبيع اراضي الدوله لسداد المديونيات اللي عليه، النهارده بيعطي للمستثمر الاماراتي 2 مليون متر مربع، بيبيعهم بمبلغ بمليارات المليارات عشان يسدد الديون اللي عليه. فبالتالي هو اغرق مصر في الديون، مستقبل مصر الاقتصادي مظلم، ديون ثم ديون ثم ديون، ويكفي ان هو باع مصر كامله الى صندوق النقد الدولي بمبلغ 12 مليار. عبد الفتاح السيسي لا يستطيع ان يخطو خطوه واحده بدون صندوق النقد الدولي. فعليا مصر منذ التوقيع على اتفاقيه صندوق النقد وال 12 مليار دولار أصبح المتحكم الأول والرئيسي في مصر هو صندوق النقد الدولي. إذا أردنا معرفة يعني مسار مصر الاقتصادي في الفترة القادمة نتتبع بيانات وتصريحات صندوق النقد الدولي، إنما عبد الفتاح السيسي لا يملك من أمره شيء. نعم سيد عمرو، اليوم بعض المنظمات الحقوقية يعني طالبت اللجنة الأفريقية بضرورة بحث ملف الانتهاكات، انتهاكات حقوق الإنسان لدى نظام السيسي، خصوصا يعني في ظل ما شهدته هذا الاستفتاء على التعديلات الدستورية من اضطهاد لكل المعارضين لهذه الاستفتاءات. احنا النهاردة عندنا حضرتك شهادات موثقة وتم ارسالها الى اللجان الدولية من إخوة مسيحيين تم إرغامهم على التصويت مرة أخرى. نعم. عندنا إخوة، عندنا صحفيين أجانب تم تصويتهم وقال لهم بالحرف كده لو بتحبوا الصيف تعالوا صوتوا. عندنا مسيحيين تم لم بطايقهم رغم أن الإخوة المسيحيين تم حشدهم عن طريق الكنيسة اللي هم يبلوا بأصواتهم إننا، وقال لهم إحنا صوتنا وأخذوهم صوتوا تاني. فإحنا الحقيقة أمام حشد طائفي لأول مرة في التاريخ يحصل بهذه الطريقة، إن الكنائس والبابا والكلام ده كله بيقول الكنائس مقابل التصوير. الحقيقة هذا لا يؤخذ على الإخوة المسيحيين، الإخوة المسيحيين متضررين زينا زيهم، إنما رأس الكنيسة القسطية الحقيقة بيستخدم السياسة لخلطها بالدين بطريقة تؤذي المسيحيين والمسلمين مع بعض. وعايز أفكر حضرتك إن البابا شنودة قعد 20 سنة يقول بمبدأ واحد، أن كنائس بلا وطن، أن وطن بلا كنائس أهم 100 مرة من كنائس بلا وطن، وقعد 20 سنة مانع الحج والعمرة للمسيحيين إلى القدس. النهارده بنشوف توادرس بيرسل أول فوق مسيحي للقدس من بوابة إسرائيل، وبنشوفه كمان بيعلن أن رد الجميل لهذا النظام على الكنائس التي بنيت في السنتين هو التصويت بنعم في التعديلات الدستورية. طيب سيد عمرو، يعني الآن في سؤال أخير، ما هو مصير العمل السياسي والحقوقي في مصر بعد إقرار هذه التعديلات الدستورية؟ لا يوجد أي عمل لا سياسي. عبد الفتاح السيسي قضى على المجتمع المدني وجعل كل المؤسسات المجتمع المدني قابعة وخاضعة ليه.
واللي استمروا في العمل في المجتمع المصري هم جمعيات مثل ناصر امين، حافظ ابو سعده، الناس التي اشتركت في الانقلاب ودعمت قتل المتظاهرين من اول الحرس الجمهوري الى الان. فبالتالي هو اضع المجتمع المدني في نعم. على الجانب السياسي هو خلاص فرغ مصر اصلا، ما بقاش في السياسه في مصر، وكانه يعني بيؤكد كلام الرئيس محمد نجيب الذي قال في كتابه كنت رئيسا لمصر، حينما يخرج الجيش من سكناته يسقط كل القوى ليصبح هو المتحدث الوحيد، وبالفعل هذا ما نراه. ولكن الحقيقه احنا بنقول لكل جيراننا وثوراتنا احترسوا من السيناريو المصري. نعم. خلي بال حضرتك ان جيراننا العرب والمسلمين والثورات العربيه ما بتحذرش نفسها من مصير سوريا او ليبيا، بتحذر نفسها من مصير مصر ان هو القمع بلا رد. فبالتالي نعم شكرا لك. عبره. شكرا لك وعذرا على المقاطعه لضيق الوقت. شكرا لك السياسي المصري السيد عمرو عبد الهادي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك على هذه المعلومات. ايضا مشاهدينا الكرام، للتعليق حول هذا الموضوع وللمزيد اكثر من التفاصيل ينضم الينا عبر الهاتف الحقوقي المصري السيد علاء عبد المنصف. اهلا ومرحبا بك سيد علاء. بدايه، كيف تقرا هذا القرار بتمديد فتره حاله الطوارئ لمده 3 أشهر جديدة وذلك للمرة 9 على التوالي؟ مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم. أهلا بحضرتك. دي متابعة لمسلسل وديدن نظام عبد الفتاح السيسي منذ أن جاء. مسألة تصدير أن مصر في حالة محاربة إرهاب يستوجب بطبيعة الحال وجود حالة طوارئ، وبالتالي لو أن حالة طوارئ غير موجودة فما الداعي لمقولة محاربة الإرهاب؟ نعم. وخصوصا بعد تمرير التعديلات الدستورية التي وسعت من سلطات عبد الفتاح السيسي ونظامه بشكل فجي، بشكل يخالف القانون ويخالف المبادئ الدستورية في حد ذاتها، وبالتالي ده أمر طبيعي أو نتيجة طبيعية للممارسات القمعية اللي بنشوفها من نظام عبد الفتاح السيسي، استمرار فرض حالة الطوارئ للمرة 9 على عموم البلاد وللمرة 100 تقريبا في سيناء. يعني هذا الأمر، هذا القرار إن دل على شيء يدل يعني على عدم الاستقرار الذي وعد به نظام السيسي بعد إقرار هذه التعديلات الدستورية. نعم، جزء منها، ولكن هي في ذات الوقت هي نتيجة لشعار أن مصر تحارب الإرهاب، أنه لا صوت يعرف فوق صوت المعركة، وبالتالي يجب أن تكون هناك أدوات توحي للمجتمع بأن هناك إرهاب. إحدى هذه الأدوات أن حالة الطوارئ موجودة داخل البلاد ومستمرة ويتم تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، وبالتالي ضرورة للنظام أنه هو يحط هذه الحالة وتجدد أو إنشاء حالة جديدة مخالفة للدستور أو بالتحايل على الدستور، أردنا أن نقول التعبير الصحيح. نعم سيد علاء، أيضا حتى يعني بعض الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي والناشطون يعني سخروا من هذا القرار، قرار تعديل عفوا قرار فرض حالة الطوارئ للمرة الثالثة على التوالي، وقالوا أن مصر أصبحت يعني جمهورية الطوارئ العربية. نعم بالتأكيد، يعني ما أنا أقول لك أن النظام يقتات فقط على أنه يحارب الإرهاب وأنه الحامل حمالي القارة الأوروبية، وبالتالي لازم يكون الوضع والمناخ كله يدل على هذه الحالة اللي بيحاول يصدرها النظام. يصدر أن هناك إرهابيين، يصدر أن هناك في جماعات مسلحة، جماعات متشددة خارجين عن القانون، إرهاب داخل الدولة، جماعات معارضة تريد أن تقضي على الدولة وتقيم نظام الحكم، هناك إرهاب على الحدود، هناك لاجئين ومهاجرين غير شرعيين، هي تلك الأدوات التي يستخدمها النظام. ويجب أن يفرض حالة الطوارئ، يجب أن تصدر البيانات من المتحدث العسكري أن هناك إرهابيين تم قتلهم أو تم مجابهتهم في الداخل، تقول الشرطة أنه تم تبادل إطلاق النار مع إرهابيين يريدون صنع كذا وكذا وكذا دون تحديد أسماء أو مسميات في بيانات كربونية. بالتالي هذه هي الأدوات بمساعدة الأبواق الإعلامية والأدوات الإعلامية في تسويق هذه البضاعة التي بات الجميع الآن يستنكرها ويستغربها ويقول كيف تقول أن مصر متقدمة وفي ذات الوقت هي تحارب الإرهاب وفي ذات الوقت لم ينتهي الإرهاب حتى وقتنا هذا، وأنت تتحدث عن 2000 شخص منذ 6 أو 7 سنوات هم الذين يرتكبون هذه الجرائم كلها، وحتى يومنا هذا لم تقضي على الإرهاب ولم تقضي على الجماعات المسلحة، بل تزداد الانشقاق والشرخ المجتمعي يوما بعد آخر، ويزداد الغضب وتزداد الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية، ولا توجد بادرة
اليوم نسمع عن طرح النظام المصري لأكثر من 20 مليون متر مربع من أراضي الدولة للبيع لسد ديون مصر، ونسمع عن عرض 150 أثر من الأثار المصرية القديمة للخصخصة. فنحن أمام نظام غير مجدي سياسيا ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا. أيضا نعم سيد علاء، يعني وسائل الإعلام تحدثت أنه ما زال عند السيسي شعور بعدم الشرعية بعد هذا الاستفتاء، خصوصا وأنه كما يعلم الجميع تم بخروقات ورشاوى وكراتين غذائية، وخصوصا أيضا شهدت هذه التعديلات الدستورية رفض أكثر من 3 ملايين مصري لهذه التعديلات، و3 ملايين شخص قالوا لا على هذه التعديلات الدستورية. يعني أنا مخالف هذه الفكرة، إن وافقنا أن هناك 3 ملايين قالوا لا، فنحن نوافق بذات المضمون على أن هناك 27 مليون قالوا نعم، وهذا إجحاف خطير. يعني مسألة أن النظام أراد أن يصدر لنا أن هناك شريحة تتخطى 11% ترفضون التعديلات الدستورية، هذا خطر، لأننا وكأننا ضمنيا وافقنا أن هناك 27 مليون. لكن سيد علاء، يعني الكل اتفق على أن هناك حالات تزوير وتلاعب في هذه الانتخابات. بالتأكيد هناك عملية التعديلات الدستورية برمتها هي مخالفة للقانون، وتمت يعني بتغطية دون تغطية إعلامية وصحافة أيضا، دون حوار مجتمعي. الدستور أو التعديلات الدستورية أقرت في مجلس النواب، وبعد يومين بدأ الاستفتاء عليها في الخارج، وبعد يوم من الخارج بدأ الاستفتاء عليها في الداخل. هناك مسألة للسعي لتبرير تلك التعديلات، لكن أن نقول أن هناك 3 مليون صوتوا بلا على هذه الاستفتاءات، فنحن نقر ضمنيا أن هناك 27 مليون قالوا نعم، وهذا لم يحدث. أغلب اللجان كانت خاوية على عروشها، ولم تكن هناك عملية استفتائية ولا قانونية ولا إجرائية. رأينا الفيديوهات التي تجبر من قوات الأمن المواطنين ذهاب للاستفتاء حتى بالقيام بقول لا أو قول نعم. رأينا الإعلام كيف يتعامل، هناك يعني قمع شديد لكل من يفكر أن يقول لا، وبالتالي لا نريد أن ندخل في مسألة الأرقام، هو يريد أن نؤكد على أن هناك 3 مليون، وبالتالي نؤكد في ذات الوقت أن هناك 27 مليون وافقوا على هذه التعديلات، وهو لم يحدث بتاتا. نعم سيد علاء، وفي ظل هذا الحديث الذي نتحدث به عن معاقبة كل من قال لا في هذه التعديلات، هناك أنباء تتحدث أن البرلمان المصري يدرس الآن يعني قرار لمعاقبة كل من قاطع هذا الاستفتاء، وفضل أصلا يعني عدم الذهاب لصناديق الاقتراع. نحن كحقوقيين أو قانونيين نطالب بهذا الإجراء. أنا أؤكد لك أنه لن يستطيع القيام بهذا، لأن التزوير سيكون واضحا في هذه الحالة. هناك أشخاص سيتم أنهم قاموا بالتصويت وهم لم يصوتوا. كيف لهذا النظام أن يقول أن هناك 27 مليون شخص قاموا بالتصويت أو 30 مليون قالوا نعم أو لا، وبالتالي هذه فزاعة قيلت في كل الاستحقاقات أو العمليات الانتخابية السابقة، قيلت في المرتين السابقتين الانتخابات الرئاسية، وقيلت في دستور 2014 نفس هذا المصطلح، أن هناك عقاب لكل من لم يشارك، هو لن يستطيع، لأن التزوير سيكون فجا واضحا في هذه الحالة، لأن الحالات التي لم تصوت ستذكر أنها صوتت، والذي صوت سيذكر أنه لم يصوت. هناك حالة من التصريحات النارية فقط من قبل النظام. نحن نريد هذا، نؤكد على أنه لن يتم، لأنه غير مجدي أو مستحيل التطبيق على أرض الواقع. نعم سيد علاء، يعني إذا نظرنا الآن يعني برأيك هل سينجح السيسي في البقاء في السلطة حتى عام 2030 بالرغم من أقرار هذه التعديلات الدستورية؟ يعني إذا عدنا نوعا ما إلى التاريخ، مثلا مبارك حتى حاول تعديل المادة 76 لكي يضمن البقاء لابنه في السلطة، والكل يعلم نتيجة هذه التعديلات التي حصلت في السابق. نعم يعني بالتأكيد أمر مستقبلي، ما أقدرش أقول هو يفضل قاعد لحد 2030 ولا لا، لكن القمع في نهاية المطاف لا يولد نجاحا ولا يولد انتصارا، بل بالعكس يولد غضبا كامنا ينفجر في أي لحظة. الأمر لو أنه متعلق فقط بالاستحواذ السياسي على السلطة كان المجتمع يلقى بعض النجاحات الاقتصادية والاجتماعية، أستطيع أن أقول أنه سيظل 2030 و2040، لكن مع الإخفاق الاقتصادي والإخفاق الاجتماعي ويصاحب إخفاق سياسي فنحن أمام غضب كامل لدى المجتمع لا نعرف متى سيتم، وخصوصا أن هناك إجراءات اقتصادية
صارمة ستحدث خلال الأسابيع أو الشهور القادمة، متعلقة بشروط الصندوق النقد الدولي ورفع الدعم عن كثير من السلع الأساسية مثل الكهرباء والبنزين والمحروقات بشكل عام. نحن أمام سيناريوهات قادمة لا نعلم مداها. وممكن أن تشعل هذه التعديلات الدستورية يعني موجة كبيرة من الاحتجاجات بالتأكيد. في سياق ما تشهده يشهده الوطن العربي في السودان والجزائر. نعم. شكرا لك جزيل الشكر السيد علاء عبد المنصف الحقوقي المصري، كنت معنا عبر الهاتف، وشكرا لك على هذه المعلومات والإيضاحات. إذن مشاهدينا الكرام، كما تابعتم حديث السيد علاء عبد المنصف والذي تحدث أن إقرار حالة الطوارئ للمرة الثالثة على التوالي أو لمدة 3 أشهر للمرة التاسعة على التوالي ما هو إلا دليل على تخبط كبير في قرارات نظام الانقلابي في مصر، وأنه أيضا يعني خصوصا بعد إقرار التعديلات الدستورية في غضون 2 يومين لا يدل إلا على عدم استقرار واضح في بنية هذا النظام. لم يبقى لي مشاهدينا الكرام إلا أن أشكر ضيفي الكريمين السياسي المصري السيد عمرو عبد الهادي، أيضا السيد علاء عبد المنصف الحقوقي المصري، كانوا معنا حول هذا الموضوع، تحدثنا حول فرض حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر. الشكر لكم موصول مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة. فاصل قصير ونصحبكم إلى جولة الصحافة.